أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقال الملك ائتوني به أخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال خني على خزان إن ربي إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف
كل خير أجل مسمى يخبرنا يوصلنا ياتي لعله بلقاء لرب المتقين وهو الذي مدنت وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك إلى كباسة كفهيل النار إلي أبوه.